السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار يا شباب؟ طبعا في الهدوء الرهيب ده عايز اتكلم معاكم في كلمتين كده على رواقة. ابو قطة، الراجل ابو قطة والكتاب والقهوة والحاجات دي. انا امتحاني 10 مايو، بعد يومين في حدث مهم هينزل ان شاء الله يوم 10 برضو. كل الحكاية ان احنا هنوقف فيسبوك من 10 مايو لحد 24. وده ليه؟ علشان انا من النوع اللي لما بحب اشتغل في حاجة معينة بشتغل وبدوس والدنيا بتبقى لذيذة بالنسبة لي، وبشتغل صح حتى لو كانت لعبة، حتى لو كانت اي حاجة. انا في اللعبة بنلعب ونهزر ونعمل كل اللي احنا نفسنا فيه، بس وقت الجد بنذاكر وبنشتغل. مفيش حاجة يا جماعة تيجي على مستقبلكم، مفيش حاجة تيجي على على حاجة، يعني ادوا كل حاجة حقها. انا بحب اللعبة، تمام، العب وعيش حياتك. طبعا انا بتكلم الفئة بالنسبة للناس اللي لسه بتدرس. طبعا انا في ناس بيتابعني، ناس متجوزه وناس متخرجه وظباط جيش، ف انا مش بخاطب فئه معينه من الناس عشان بس الكلام يبقى واضح. فانا هوقف يوتيوب، في البيج بتاعت الفيسبوك اوقف كل الكلام ده مؤقتا لحد ما اخلص يوم 24 ان شاء الله. والحاجات اللي انا بتكلم فيها مش ناسيها. احنا متفقين ان احنا هنتكلم على شرح الشحن، ومناسبة الشحن في طريقه جديدة، طريقة عن طريق فيزا مصرية، أرخص بكتير من وان كارد، بس هشرح لكم وان كارد برضه لحد ما أشوف وأتأكد من قصة الفيزا المصرية دي. نتكلم في إيه تاني؟ عالم الظل، وعدين إن إحنا نتكلم في عالم الظل بطريقة كويسة. عالم الظل شيء مهم جدا، بيزود حوالي بقى مزودني دلوقتي 300,000، فمهم. ان شاء الله كل الكلام ده هنتكلم فيه وانا مش ناسي حاجه. انا كمان حاجات مهمه في الـ حد كان سالني في برج الخلود، وبالمناسبه بقى الحوار بتاع العربي والانجليزي، انا يا جماعه ما بتكلمش انجليزي او ما بعملش اللغه انجليزي في اللعبة فزلكة مني. لا والله، كل الحكاية انه انا يعني ببقى مش فاهم حاجة من العربي. اللغة العربية عايزة حاجة تليق بيها، بمعنى ان احنا لو عندنا السطر مكتوب بالعربي ورحت العربي كده من اليمين للشمال، فرحت حاطط حرف او كلمة بالانجليزي في وسطيه وكملت عربي، موضوع قلب، الشمال جه في اليمين، الانجليزي بكتب من الشمال، طب الارقام انجليزي، طب الارقام دي كتب ازاي، اصبح فيه لخبطة. وبالمناسبة لو انتوا جيتوا كده تقروا الكلام بالعربي، انا متأكد ان كتير منكم لما بيقرا الكلام بالعربي ما بيفهموش، وانا متأكد انا شخصيا بقرا حاجات كتير بالعربي ما بقاش فاهم هو ايه اللي حاصل، يعني بقلبها انجليزي بفهم. فهو ده السبب اللي مخليني اكمل في اللعبة انجليزي، لكن على قد ما اقدر اما اجي اقول معلومة للناس اقولها بالعربي. وبالمناسبة لو اللعبة بالعربي ومفهومة ومبسطة وواضحة قوي كده، طب انا بقى لازمتي ايه؟ خلاص اللعبة بالعربي والشرح واضح، خلاص كل حاجة هفهمها طالما واضحة، مش ملوش لازمة اتابع حسين على القناة بتاعته واتكلم معاه بقى، فهتبقى رسمتها ايه يعني. فالعربي صعب، وصعب جدا ان انت تتابع فيه، لكن فهو ده السبب يعني اللي مخليني مخلي اللعبة انجليزي. بالنسبة لبرج الخلود بقى، الناس كانت بتسألني عن برج الخلود ازاي مثلا اعدي المرحلة الفلانية بتاع برج الخلود. هتعدي المراحل بقوتك، مفيش حاجة اسمها عدي البرج ازاي، لكن في تركة في البرج. يعني مثلا في برج معين بيتعدى بطريقة معينة، ليه كده ايه
سر معين، فانت بتفهمه وبتعرفه وبتتفادى مثلا او بتعمل اي حاجة وبتعيش حياتك. يمكن هو التركة الصعبة الوحيدة في البوس او الزعيم 85 او 90 حاجة كده يعني. هو كل القصة ان انت ما تتفاداش الضربة بتاعته، تستلمها بس مش اكتر. فهي هو ده السر يعني بالنسبة للناس اللي مستصعبة برج الخلود. مش عارف اقول ايه بصراحة. هو اللي انا كنت بسجل الفيديو ده دردشة يعني مع حضراتكم كده، واقول لكم كمان ان انا يعني هأجل بس الكلام شوية. المهم يعني مجملا كده اللي عايز اقوله ان الايفنت ان شاء الله اللي هينزل يوم 10 ده، الله اعلم هيبقى ايه، انا هنزل عنه حاجة كده بسيطة على الفيسبوك بعد ما ارجع من الامتحان ان شاء الله. وطبعا اللي هيبقى عايز يفهم ايه الايفنت دوت هيتابع طبعا صفحة الفيسبوك، لان انا مش هنزل فيديو، فيشوف الفيسبوك وياخد فكرة كده عن الايفنت لحد ما نتقابل يوم 25 ان شاء الله. ونكمل مع بعض ونعيش بقى. حرفيا هتكلم في كل حاجة، حرفيا هتكلم في كل حاجة بالتفصيل بقى. فاضيين وراناش حاجة، احنا في رمضان حتى هنبقى ممكن نعمل لايف ان شاء الله يعني، ان عشنا ابني يعني واحيانا ربنا ممكن نعمل فيديو مباشر وانا بلعب مع بعض نتكلم يعني. فدي هتبقى برضو حاجة ان شاء الله بخطط لها يعني. اتمنى ان الفترة دي ما تكونش طويلة ولا تكون رخمة لا عليا ولا عليكم، ومش عايز طبعا حد يتضايق من كلامي، بس دي يعني سنة الحياة. فعادي بقى يعني. ان شاء الله اشوفكم بعد الامتحانات، والسلام عليكم.